مؤسسه لنصبوه هذا الاسبوع لوبسرفاتوار ضد الرشوه. هذه المؤسسه هذه اللي يتكلموا عليها وبربروا فيها الى اخره، يعني بكل صراحه هم يقولوا بلي شغل الشاغل تاع رئيس الجمهوريه هو ينحي هذا الرشوه ونكونوا عايشين في دولة الحق ودولة القانون الى اخره. بصح الوزراء تاعو راهم متهومين، وزارات الدوله الجزائريه راهم متهومين.